السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن المشهد العسكري والسياسي في تعز بعد إعلان الجيش الوطني السيطرة على مناطق عديدة في المدينة وريفها. أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مديرية الصلب في تعز بالكامل، وقال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما كبيرا في جبهة الصلب بعد عمليات عسكرية مباغتة لمواقع الميليشيا. يأتي هذا التقدم في ريف المدينة بالتزامن مع تقدم آخر أحرزه الجيش الوطني داخل المدينة وإعلان السيطرة على منطقة الكريفات. قيادات الجيش وبعد إطلاقها للعملية العسكرية أصدرت تحذيرات للمواطنين من الاقتراب صوب المناطق العسكرية في جولة القصر والحوبان والمناطق المجاورة لها. هذه العمليات وإن اتسمت بالكر والفر سابقا إلا أنها اتخذت مؤخرا شكل الهجوم المباشر، وهو ما يجده مراقبون بمثابة بداية لتغيير خارطة المواجهات بالمحافظة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن قوات الجيش الوطني من كسر الجمود الميداني الذي انتاب المشهد في تعز سابقا، وما هي طبيعة الموقف الإقليمي من ملف حسم المعركة في المحافظة؟ نتابع التقرير. تبدل في خارطة المواجهات بتعز، هذا ما بدا عليه المشهد خلال الأيام الماضية في المحافظة التي ظلت معاركها بلا دعم أو توجه إقليمي يغير من الواقع الميداني المهمل طويلا. في جديد التحركات الميدانية، أعلن قائد اللواء 35 مدرع سيطرة الجيش على مديرية الصلب بالكامل. استطعنا يوم أمس استكمال تحرير مديرية الصلو، وهي جبهة مشتعلة في ريف تعز جنوب شرقي المدينة. العميد عدنان الحمادي قال إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مديرية الصلو والوصول إلى مشارف دمنة خدير بعد عمليات عسكرية مباغتة لمواقع الميليشيا، وهو ما يراه متابعون بمثابة كسر حالة الجمود الميداني التي انتابت المشهد سابقا. أما في المدينة، قال قائد اللواء 22 ميكا صادق سرحان إن العملية الجديدة تأتي استكمالا للعملية العسكرية التي أعلنها الجيش، محذرا المواطنين من الاقتراب من المناطق العسكرية في جولة القصر والحوبان والمناطق المجاورة لها نظرا لاحتدام المعارك. الجبهة الشرقية للمدينة والتي امتدت فيها المعارك لفترات زمنية متقطعة، أكد الجيش مؤخرا أنه تمكن فيها من السيطرة على منطقة الكريفات، ودمر دبابة وآليات للميليشيا في تبة السلال بعد معارك عنيفة مع الميليشيا. وبالسيطرة على منطقة الكريفات يعتبر الحصن الذي تعتمد عليه الميليشيات في الحفاظ على مواقعها في تبات المقرم والجعشة والسلال تحت مرمى الجيش. خارطة المواجهات المتسمة بالكر والفر بتعز إضافة إلى الحسابات الإقليمية المسيطرة على شكلها تغيرت مؤخرا بحسب عسكريين، على اعتبار أن بقاء تعز دون حسم سيؤثر على باقي المناطق المحررة. تعود المواجهات في تعز لتحدد شكل التوجه الحكومي والإقليمي للحسم، إلا أن هذا التوجه لا يزال محاطا بتوجس العديد من المراقبين الذين يجدون أن شكل العمليات العسكرية لن يتغير ما لم يتسم بنوع من الجدية في التعامل مع تعز. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع القائد الميداني لمعركة الجبهة الشمالية العقيد معاذ الياسري. مرحبا بك عقيد معاذ. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك عقيد معاذ. في البداية، ما الذي حققتموه منذ أن أطلقتم هذه العملية العسكرية الواسعة لتحرير تعز حتى اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هناك منذ انطلاق العملية العسكرية في محافظة تعز تقدمات في مختلف الجبهات، مديرية الصلب بالكامل تحت سيطرة الجيش الوطني في الجبهة الشرقية، منطقة في الكريفات المحتلة على أهم المواقع التي سيطر عليها الحوثيين كالسلال والجعشة تحت سيطرة الجيش الوطني، وفي الجبهة الشمالية جوار الدفاع الجوي في تبة الرادار وتبة عرير تحت سيطرة الجيش الوطني، وما زال التقدم مستمر في جميع جبهات محافظة تعز بإذن الله. نعم، طيب الآن البعض يقول هذه العملية العسكرية هل هي فعلا بدأت ولن تنتهي إلا بتحرير محافظة تعز، أم هي ربما
يعني مثل العمليات السابقة التي بدأت ثم لفترة معينة توقفت؟ بالنسبة للعملية التي أطلقتها قيادة التحالف العربي مؤخرا هي ليست كالسابقة، معارك كر وفر وتقدم وانسحابات. هذه العملية تأتي في ظل تعاون الجميع وإرادة الجميع على استكمال تحرير محافظة تعز بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي وبدعم مباشر من قيادة التحالف العربي في عدن. هناك جدية بالنسبة للجيش الوطني ولقيادة التحالف كما نلمسهم من خلال تواصلنا معهم على إنهاء احتلال الميليشيات في محافظة تعز والتقدم نحو محافظة إب والحديدة بإذن الله. نعم. طيب عقيد ياسر، الآن هناك تقدم في ريف المحافظة كما أعلن قائد المعسكر 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، وأنتم أيضا الآن داخل المدينة منطقة الكريعات، قلتم بأنه تم تصفيتها والسيطرة عليها نهائيا. في الجهة الشمالية الآن جولة القصر الذي قد كنتم قبل فترة تم تحريره من الميليشيا، ثم عادت الميليشيا وأصبح منطقة مواجهات. هذه المرة الخطة التي رسمتموها من أجل الحفاظ على أي مواقع عسكرية وصلتم إليها وسيطرتم عليها؟ هناك يعني إرادة وتخطيط عسكري على مستوى عالي بالنسبة لهذه الفترة وهذه العملية الواسعة العسكرية التي انطلقت. التقدم الآن لن يأتي إلا بالسيطرة على الكتابة الحاكمة المطلة على أهم الأجزاء الواسعة من المدينة. فبالنسبة لما سبق يعني من تقدمات نحو القصر الجمهوري أو جولة القصر كانت معارك لا تكاد أن تكون بين يقوم بها بعض الشباب أو الفصائل أو السرايا في المواجهة، لكن هناك ترتيب على مستوى عالي لإسقاط التباب الحاكمة من ثم تتم السيطرة على أجزاء واسعة حتى الحوضان إذا سقطت هذه التباب. نعم. طيب عقيد معاذ تكرم. نعم عقيد معاذ تكرم بالبقاء معي، ونشرك معنا في الحديث الصحفي شوقي. مرحبا بك أستاذ شوقي أو أحمد شوقي عفوا. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. مرحبا بك أستاذ أحمد. أنتم كمتابعين من أبناء مدينة تعز بعد هذه العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الوطني تقريبا مر أسبوع على انطلاقتها، هل فعلا لمستم تغير كبير، تقدم لقوات الجيش، تقهقر لقوات الميليشيا في تعز؟ أعتقد أنه من خلال متابعتنا لما يجري في تعز لاحظنا أن هناك نوع من إسقاط الواقع يبدو لي في هذه العمليات من قبل الداعمين، ولا نعرف بالضبط من هم الذين دعموا العملية بشكل مباشر، هل كان السلطة الشرعية أم التحالف العربي. لكن الدعم الآخر اللي هو متشكل في الجانب العسكري بما يخص الطيران كان حاضر خلال هذه المعارك. يبدو أن هناك طرح مسبق كان من قبل محافظ تعز والقوى السياسية والقيادة العسكرية سابقا بضرورة قطع يعني تحرير محافظة تعز من أجل يعني معاودة الأجهزة الحكومية لممارسة مهامها وحفظ الأمن والاستقرار، ولكن العملية المعلن عنها من قبل محافظة تعز في تصريحه هي قطع إمدادات الميليشيات الحوثية عن يعني جبهات تعز وجبهات القريبة منها، وبالتالي الفرق من خلال ما هو معلن على الأقل أن تكون عملية عسكرية محدودة الغرض منها قطع الإمدادات. والدليل على هذا الكلام عدم وجود آلية عسكرية متفوقة والاعتماد على نوعية الأسلحة التي كانت موجودة لدى الجيش الوطني في تعز والتي حصلتها المقاومة بدعم يعني المحلي. نعم. نقطة في غاية الأهمية ذكرتها أستاذ أحمد، أنا سأنقلها للعقيد معاذ الياسري. أستاذ معاذ، يقول الأستاذ أحمد وهو من المتابعين والصحفيين المهتمين وهو من تعز ويلاحظ يعني يرقب المشهد عن قرب، يقول بأن هذه العملية ربما الغرض منها فقط قطع إمداد الميليشيا ولن تنتهي بتحرير تعز، لأنه لا يوجد لديكم أي آليات عسكرية متطورة، أسلحة نوعية يعني تعطيكم الطمأنينة للاستمرار بالتقدم والحفاظ على ما تحققوه. أخي الكريم، بالنسبة لي
وضع الجيش الوطني في الجمهورية اليمنية لا يكاد أن يقف على رجليه في مختلف المحافظات الجبهات ومحافظات الجمهورية. لا نمتلك أسلحة نوعية أو أساد نوعي، بل هناك انتصارات تحققت بالأسلحة الموجودة لدى الجيش والتي تفتقر حتى لبعض الأسلحة الثقيلة، سواء كانت هذه العملية العسكرية التي انطلقت لقطع إمدادات العدو بالنسبة لمحافظة تعز أو لاستكمال تحرير تعز يعني بالكامل. تعز ظروفها وتضاريسها تختلف عن باقي المحافظات، هناك خطوط رئيسية ومراكز رئيسية، إذا سقطت أصبحت تعز بكاملها معركها محررة. نعم. طيب عقيد ياسر، الآن يعني لو تكلمنا بأكثر شفافية ووضوح، هل وصلتكم أسلحة نوعية ودعم يستحق أو يعني يتناسب ويتواءم مع العملية العسكرية الكبيرة التي أطلقتموها في تعز؟ أخي الكريم، نعم وصلت إلى بعض ألوية الجيش نوع من الدعم بالأسلحة والأساد من قيادة التحالف العربي في عدن، و حقيقة قدموا لنا دعما، لولا هذا الدعم ما استطعنا التقدم وبإسناد مباشر من الطيران، لكن نحن كجيش وطني في تعز نطالب قيادة التحالف العربي والشرعية بالمزيد من الدعم والمزيد من الإسناد بالطيران. قد لا يتوافق العتاد الذي دعم به الجيش مع تسمية العملية العسكرية الواسعة في مختلف جبهات تعز، لكن نحن أصحاب حق ومشروعنا حق ونسعى لاستعادة وطن مسلوب من قبل ميليشيات، فلا يهمنا أي تقديرات بالنسبة للعتاد والأسلحة، سنقاتل ولو بأسلحتنا الشخصية. نعم. طيب عقيد معاذ ابقى معي، اعود للصحفي احمد شوقي. استاذ احمد، ما حدث مؤخرا في عدن، هل هناك من قلق لكم في تعز تشعرون بان هذا ستنعكس على العمليه التي اعلن عنها لتحرير تعز؟ طبعا هو بالنسبه انا ساتكلم عن المدنيين ولا اعرف بالنسبه للعسكريين، لكن بالنسبه للمدنيين هو ضرب جزء كبير جدا من الروح المعنويه وال يعني حاله الانتشاء بالانتصارات التي تتحقق الان في الجبهات، سواء كان السيطره على الصلو او التقدم في باتجاه الجهه الشماليه الشرقيه للمحافظه للمدينه. طبعا هناك يعني للاسف غضب مكتوم وشعور بقدر من يعني لا اريد ان اقول الاحباط، لكن هناك هزة حدثت بسبب ما حدث في عدن، ونعتقد جازمين أن الهدف الذي من أجله تقوم معركة تعز هو نفس الهدف الذي كان ينبغي أن يتم الحفاظ عليه في عدن، ولكن مع ذلك المعلوميات الآن بدأت تتراجع باتجاه الارتفاع، من حيث أن تعز تشكل عمود المشروع الوطني ورائدته وقادته، وأصبح أهم تحرير تعز هو مقدمة لاستعادة الدولة والسلطة الشرعية في اليمن ككل، ومواجهة كل محاولات التآمر والانقضاض على السلطة الشرعية وعلى الحكومة اليمنية. نحن الآن في تعز مع كل ما يجري في عدن، ومع الأسف الشديد نشعر بأن تعز أصبحت هي الملجأ الوحيد للسلطة الشرعية، وهي المقدمة الأولى التي يجب أن تنتصر لها الشرعية كقضية تحرير وكمؤسسات دولة باتجاه مشروع وطني شامل يقوم على اسس المرجعيات المتفق عليها ومخرجات الحوار الوطني. نعم. طيب عقيد معاذ الياسري، ما حدث من عدن احداث انعكست بصوره مباشره على الوضع بشكل عام، وايضا على الجانب العسكري ربما بصوره مباشره، خاصه ان هناك شهدت بعض الجبهات في تعز وفي المخا انسحاب بعض الفصائل وعودتها الى عدن، الى اي مدى ستؤثر هذا الانسحاب على العمليات العسكريه الجاريه في تعز؟ اخي الكريم، بالنسبه لما حدث في عدن يختلف تماما وضع عدن عن تعز. نحن على ثقه بقياده التحالف العربي
وبالشرعيه ممثله بالمشير الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه بتجاوز هذه الازمه والسيطره تماما على الوضع، وليس لدينا شك في ذلك. وقد يكون هناك تاثير نوعا ما في بعض جبهات القتال بالنسبه باتجاه الساحل الغربي، لكن نحن نثق تماما ان الروح الوطنيه للشعب اليمني والتعاون لن يتوقف، وستعود جميع الجبهات كما كانت. بالنسبه للمدينه لا اعتقد ان هناك اي تاثير بالنسبه لجبهات القتال، الشباب معنوياتهم عاليه وما زالوا يواصلون الرباط ليلا في نهارا لاستكمال العمليه العسكريه حتى تحرير محافظه تعز. نعم، طيب استاذ احمد شوقي، الان بالنسبه لقراءتك ايضا لتفاعل التحالف العربي بصوره رئيسيه الحكومه الشرعيه مع جديتها هذه المره لتحرير تعز. طبعا هو الواضح ان الحكومه الشرعيه يعني بذلت وتبذل ما امكنها من جهد في هذا الاتجاه، خصوصا مع انحسار خياراتها في الاراضي المرن المناطق المحرره، وايضا مع شيوع او سيود او غلبه عنصر الولاء للحكومه الشرعيه داخل محافظه تعز من قبل مختلف القوى والمكونات السياسيه والاجتماعيه. ولكن الواضح من خلال ما هو مقدم الى الان ان التحالف العربي ربما قد يكون هناك نيه لدعم تحرير تعز وخوض المعركه، ولكن هناك ايضا تخوف كما يبدو من مساله يعني اخراج السلاح الثقيل او المتوسط يعني بصوره كبيره للجيش الوطني في تعز، ربما حسابات سياسيه. لكن كما تفضل الاخ العقيد معاذ الياسري بالنسبه للروح الوطنيه والرغبه لدى ابناء تعز في مساله التحرير وعوده السلطه الشرعيه، ويعني مساله عاليه جدا. واذا لم يبقى داخل البلد من مكان للسلطه الشرعيه فتعز ستكون هي عاصمه للسلطه الشرعيه ومقر للسلطه الشرعيه، وسنظل على ولائنا للسلطه الشرعيه لاننا نؤمن ايمانا جازما وحاسما بان هذا البلد لا يمكن ان يحكم الا من خلال الدستور والقانون والتوافق بين جميع ابنائه، ولا يمكن ان ينفرد طرف بحكم هذا البلد. وبالتالي موقف التحالف العربي على المستوى الميداني عسكريا اقصد فيما يخص الضربات الجويه اعتقد موقف جيد، هناك استجابه جيده، الطيران يقوم بعمليات يعني قصف على مواقع الحوثيين خلال الايام الفائته شاهدنا حضورا للطيران. مسائل اخرى هذه تخضع للحسابات السياسيه، وانا لا اريد الان ان اقحم الجانب العسكري والمعركه العسكريه بالتحليل السياسي الا اذا كنت تود ان تفرغ لهذا الجانب بشكل منفصل بمعزل عن الاخ معاذ الياسري والجانب العسكري. طيب اعود للعقيد معاذ. عقيد معاذ، حذرتم واطلقتم نداء لجميع المواطنين في المناطق المواجهات بعدم التواجد في هذه الاماكن. ربما الكثير من الذين يعني يقطنون هذه المناطق الى اين سيذهبون؟ وما هي الاحتياطات التي قمتم بها حتى تؤمنوا سلامة هؤلاء المدنيين في هذه المناطق التي هي أحياء سكنية بالتأكيد وتقع فيها المواجهات بشكل مباشر؟ بالنسبة لقيادة محور تعز تسعى إلى تأمين كل المواطنين الذين هم في خطوط التماس بالنسبة للمواجهات، بحيث أن هناك مدارس يولون فيها كل الاهتمام والرعايه من قبل منظمات دوليه ومن قبل الحكومه بالقدر المستطاع. اما بالنسبه للجهه الاخرى فنحن نطلق تحذيرات لكي يعودوا الى الريف او المناطق البعيده من خطوط التماس والمواجهات. نعم، اذا ما يعني الميليشيا استخدمتهم دروعا بشريه كعادتهم في كل الاماكن، دائما ما يحرصون الميليشيا الحوثي أن تكون هذه العائلات أو المدنيين دروع بشرية حتى يصعب أي تقدم لكم، كيف ستتعاملون؟ نحن نحاول في مختلف الجبهات أن يكون كل التركيز والضرب على مصادر نيران العدو، ونعمل
غالبا على ان تجنيد المواطنين او اماكن تواجد المواطنين والمدنيين والى الصراع والقذائف والرصاص. كما ان الميليشيات تسعى لاستخدامهم كدروع بشريه، الا ان الجيش الوطني للمقاومه اشد حرصا على المواطنين واشد يعني تجنبا للاحياء المزدحمه بالسكان وتجنبها من الدمار. رسالة فقط أخيرة عقيد معاذ الياسري لأبناء الجيش الوطني أو لأبناء تعز، وأنتم في هذه العملية العسكرية التي تأملون أن تنتهوا بتحرير المحافظة. نأمل من الجميع قيادة الجيش الوطني في تعز والألوية بأن يكونوا صفا واحدا ويدا واحدا لاستكمال تحرير محافظة تعز، ترك كل المعوقات والمصالح والولاءات الضيقة والنظر إلى مشروع كبير اسمه وطن. وبإذن الله أملنا كبير في كل أبناء تعز أن يكونوا أن يقفوا يدا واحدة لاستكمال تحرير محافظتهم. العقيد معاذ الياسري قائد المعارك في الجبهة الشمالية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. وعودة أخيرة للصحفي أحمد شوقي. أستاذ أحمد، أنت أيضا الكلمة الأخيرة التي ترى بأنه من الواجب على أبناء تعز جميعا، سواء من هم في المقاومة الشعبية، في الجيش الوطني، المواطنين، في إسناد هذه العملية العسكرية من أجل الخلاص وتحرير تعز. أنا كلمتي أوجهها أولا للقوى السياسية، لقادة الأحزاب، للقادة الاجتماعيين، للمشايخ، لكل قيادي، لكل من يستشعر في نفسه هما وطنيا أو أن هذه البلاد في مسيرها إلى مصير مجهول، أن يستشعر هذا الموقف وأن يتخذ موقف حقيقي باتجاه الوطن وباتجاه الشرعية الدستورية والشرعية الجمهورية والشرعية الوطنية في تعز. وأن تكون هذه العملية هي ليست يعني لم يكن نحن هدفنا الرئيسي هو تحرير تعز، وإنما استعادة الدولة الهدف الرئيسي واستعادة شرعيتها في كل الوطن اليمني. وبالتالي نحن لسنا محصورون في معركة تعز، إنما معركة تعز هي البوابة الأولى للانطلاق نحو هذا المشروع. ورأيي أن كل تعزي حر، كل إنسان مقاوم في هذه المدينة، كل إنسان صادق يجب أن يتجه بقوة باتجاه دعم الشرعية ودعم هذه المعركة حتى النهاية بجهودنا الذاتية بإمكانياتنا بأموالنا بكل ما نستطيع، سواء بوجود حلفاء أو بعدم وجود حلفاء، وأن يكون القرار قرارا وطنيا سياديا لا يخضع لأي مؤسسة خارجية أو لطرف خارجي. نحن بحاجة إلى تحرير مدينتنا، بحاجة إلى إعادة الدولة إلى مدينتنا وإلى الوطن اليمني كله، نحن بحاجة إلى إعادة السلطة الشرعية كي تكون هي صاحبة القرار والأمر والنهي داخل بلادنا، ولا نريد أن يخطف لا قرارنا ولا مصيرنا ولا معركتنا. نحن عشنا مرحلة إحباط للأسف استمرت لشهور طويلة خلال هذه الفترة، شعرنا أن قرارنا مصادر، شعرنا أن مدينتنا محاصرة، نحن الآن حتى محاصرون من الإغاثة، للأسف مقطوعة الإغاثة عن تعز، مقطوع المرتبات عن تعز، مقطوع كل فرص العيش في تعز. وبالتالي علينا أن نخوض هذه المعركة بإرادة وطنية وبإرادة شعبية وبإرادة يمنية بحتة أولا وأخيرا. والانتصار لهذه الإرادة واجب، والانتصار للشرعية واجب علينا هنا في تعز. من أجل أن تصل رسالتنا إلى جميع أبناء الوطن، وحتى نتجاوز كل هذه الاختلالات، وحتى يكون هناك قاعدة صلبة لهذه السلطة الشرعية لا تقبل الانقضاض أو التشكيك أو التشويش عليها. أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد شوقي. أحمد، كنت معنا من محافظة تعز، والشكر أيضا لقائد المعركة في الجبهة الشمالية العقيد معاذ الياسري. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارتي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.